السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير لكم جوله في ليدل باش تشوفوا الجديد اللي داخلي اليوم. واول حاجه راحتها جديده هما هاد الزراري، هاد اللي هما دائما موجودين في اي بلاصه في المحلات. هادو اللي هما نتاع الريش، جابوهم اليوم ليدل. كاين فيهم الالوان، كاين هاد اللون الابيض وكاين اللون الجري. شوفوا واش كاين شي لون اخر ولا كاين فقط هاد الالوان اللي فيهم 60 على 90 سنتيم، الثمن ديالهم 9 أورو 69 سنت. ودخلوا هاد الريدوات، هادو اللي فيهم جوج في الباكيه اللي فيهم 135 على 254 سنتيم، وفيهم الالوان، كاين هاد الجري وكاين اللون الابيض وكاين هاد اللون البني. هذا للثمن ديالهم 15 أورو 51 سنت. ودخلوا هاد اللامبات، هادو اللي هما كبار كما كتلاحظوا، عندهم هنايا الريش هنا فيهم فقط اللون الابيض هنا كما كنشوف، وللثمن ديالهم 29 أورو و9 سنت. وجابوا حتى هاد الاضاءه، هاد اللي كنديروها فوق الخزانات نتاع الكوزينه، وتقدروا ديروها في الماريو، لحيت هادي كتشعل فقط باللمس. هادي كاين فيها الالوان على ما اظن، فيها هاد اللون، كاين اختلافات هنايا، كاين هنايا فيه الجري وهنايا فيه الابيض. الثمن ديالها 9 أورو 69 سنت. ودخلوا هاد الطاولات، هادو زوينين، راهما نتاع الخشب، كامل نتاع الخشب، عندها 3 نتاع رجيلات وهنايا باللون الكري. شوفوا واش فيها الالوان، فيها حتى اللون هنايا الابيض كما كتلاحظوا، اللي فيها 40 على 40.5 سنتيم. هذه راهي صغيره ماشي كبيره، الثمن ديالها 12 أورو 60 سنت. ودخلوا حتى هاد الكراسي اللي في الباكيه فيهم جوج، راهما كبارين بزاف، فيهم 48 على 86 على 54 سنتيم، راهما كبارين، فيهم هنايا اللون الكري كما كتلاحظوا، عندهم رجيلات نتاع الخشب، للثمن ديالهم 67 أورو و89 سنت. وجابوا حتى هاد الخزانة، هادي عجبتني بزاف، منها خزانة تحطوا فيها الأشياء ديالكم الخاصة، ومنها من الفوق تحطوا عليها ديكور، راهي على شكل خشب، راهي كاملة تاع الخشب، تحطوها في أي بلاصة بغيتوها، اللي فيها 30 على 30 على 58 سنتيم، للثمن ديالها 58 أورو و19 سنت. ودخلوا حتى هادو، هادو زوين اللي خدامين بالحجيرات، كيبان بحال راهو الخشب لداخل، فيهم الأشكال هنايا، كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل كما كتلاحظوا، الثمن ديالهم 8 أورو و72 سنت. الآلة اللي هي كتسخن لينا الخبز و تاع الطوست، راهي معروفة دايما كيدخلوها ليدل، كل مرة كيدخلوها بشكل مختلف وفي ألوان مختلفة، هاد المرة دخلوها باللون الأسود واللون الأبيض، للثمن ديالها 19 أورو و39 سنت. وجابوا هادي، هادي اللي كطيب لينا الفريت، وتقدروا تطيبوا فيها أي حاجة نتاع المقليات، وهادي كطيب فقط ماشي بالزيت، راكم عارفينها، راهي معروفة هادي كما كتلاحظوا، هي كبيرة عندها جوج تاع الريوسه تاع الاختلافات، وللثمن ديالها 43 أورو 64 سنت. ودخلوا هاد الميكروفيل، هادي اللي هي كبيره بزاف، فيها هنايا بلاصه تاع الساعه، راه تقدر تطيب لكم وتسخن لكم جوج في واحد كما كتلاحظوا، الثمن ديالها 33 أورو 94 سنت. وكاينه هاد الماكينه نتاع القهوه، هادي راهي رائعه اللي عجبني فيها، عندها جوج في واحد، كيجي معها الغراف ديالو اذا بغيتو ديروا القهوه الكبيره، واذا بغيتو ديروا فقط الكؤوس
بحال هكا، كتاخذ جوج، كتاخذ الكبسولات، كتاخذ هكا القهوه العاديه كما كتلاحظوا. كما كتلاحظوا هنايا القهوه العاديه، وديروا الكبسولات جوج في واحد. الثمن ديالها 72 اورو 74 سنت. ودخلوا هاد المقالي، هادو راهما صحاحين وتقالي، نشوف شحال فيه. فيه 24 سنتيم اللي كيصلح حتى الفرنتال اندكسيون. جابوا فيهم فقط اللون الاسود. الثمن ديالهم 9 اورو 69 سنت. وكاينين الحجم الكبير اللي فيهم 28 سنتيم، الثمن ديالهم 11 اورو و 63 سنت. ها هما، هادو راهما كبارين، غادي تشوفوا الاختلافات في الحجم. وجابوا حتى هاد المقالي، هادي فيها نقله وفيها جميله، جوج في واحد كما كتلاحظوا. عندها الغطاء ديالو، عندها اليد كتبان بحال الجميله، ولكن عندها هنايا بحال المقله. دخلوها فقط باللون الاسود اللي فيها 28 سنتيم، الثمن ديالو 17 اورو و 45 سنت. ودخلوا هاد الطحانه اللي كنعصروا بها البرتقال، تاع هاد الماركه راهي معروفه عالميا، الجوده ديالها زوينه، الثمن ديالها 14 اورو 54 سنت. ودخلوا حتى السخان تاع الماء او الغراف كما كنقولوا حنايا، دخلوهم باللون الاسود واللون الابيض. هاد الماركه راهي معروفه عند ليدل كما كتلاحظوا. هي هنايا شوفوا، هنا كاين واحد مفتوح للثمن ديالو 19 اورو 39 سنت. ودخلوا هاد الطحانه الكهربائيه اللي تقدروا تطحن لكم، ماشي كتطحن، هادي راكم عارفينها، كتقطع على الحجم اللي بغيتو، بحال البصله بحال القزبور. دخلوا فيها جوج الالوان، كاين الابيض وكاين الاسود. هاد الماركه راهي نتاع ليدل معروفه، للثمن ديالها 60 سنت. ودخلوا هذه نتاع فافل، هاد الاله باللون الاسود كما كتلاحظوا، للثمن ديالها 19 اورو 39 سنت. واللي هذه فيها عديده نتاع الاستعمالات، حيت عندها اختلافات. تقدروا هنايا ديروا بحال توست الخبز المعمر، ديروا هنايا ترجعوها بحال الشوايه كما كتلاحظوا هنايا، تقدروا تشويو عليها شي حاجه. هذه فيها 3 في 1، فيها العديد نتاع الاستعمالات. راهم رجعوا تالي هذه اللي كيقلب عليها، هذه نتاع راهي نتاع الكريب. راني قلت لكم واحد المره ملي دخلوها، راني انا راهي عندي وكتنفعني بزاف، المسمن والخبز، راهي عديده نتاع الاستعمالات. انا صراحه عمرني ما درت فيها الكريب، كنخليها فقط المسمن والخبز، وزوينه الجوده ديالها زوينه. الثمن ديالها 24 اورو 24 سنت. وجابوا هادو راهم الغطاءات نتاع السيليكون اللي في الباكيه، فيهم 10 من الكبير حتى الصغير، كاين فيه 4 الكبير 4 متوسط وجوج الصغاري. هادو زوينين، بعض المرات ملي كنبقاوش شي سيت بسيف عنده الغطاء ديالو، هادو كاين فيهم الاشكال، كاين هذا دائري وكاين هذا مربع كما كتلاحظوا. وكاينين هادو الغطاءات نتاع بحال هكا نتاع القهوه، هادو زوينين هاد الغطاءات، حتى هادو فيهم 6 باش القهوه تبقى سخونه في الكاس. وكاين الغطاءات نتاع الجميلات، هادو فيهم جوج في الباكيه، هادو عمليين، هادو عندكم، هادو زوينين. اي حاجه خديتوها من الثمن ديالها 3 اورو 87 سنت. وجابوا هادو راهما سيت، فيهم 3 من الكبير حتى الصغير. هذا راه هو تاع الحديد، عنده الغطاء ديالو تاع بلاستيك، الا بغيتو تحطو فيه الخضر والفواكه تحطوهم في الثلاجه. الثمن ديالو 5 اورو 81 سنت. راني نسيت ما قلتش لكم، راه فيه حتى اللون الاسود هنايا. وجابوا هاد القطاعه اللي كتقطع لكم الخضره، الخضروات واي حاجه، الفورماج على الشكل اللي بغيتو، فيها 13 بياسه.
كما كتلاحظوا كدير لكم الاشكال. وللثمن ديالها 33 اورو و94 سنت. وجابوا هاد السكاكين دخلوا فيهم الالوان، كاين فيهم اللون الازرق الاسود، وكاين فيهم اختلافات حتى في الحجم، كاين هذا وكاين هذا اللي هو خاص نتاع الخبز، كاينين هادو اللي في الباكيه فيهم جوج، فيه الكبير وفيه الصغير. الا خديتو واحد الثمن ديالو 3.38 اورو، والا خديتو الباكيه اللي فيهم جوج بنفس الثمن. وكاينين هادو راهما في الباكيه فيهم 6 لداخل كما كتلاحظوا، فيهم القطع نتاع الحوت ونتاع الخضره ونتاع اللحم، فيها بزاف هادي كما كتشوفوا هنايا. كاين هذا نتاع الخضر نتاع الفورماج والخبز، واللي الثمن ديالو 2 اورو و90 سنت، الباكيه فيها 6. ودخلوا هذه اللي كنحطوها فوق البوطاجين حدا الروبين ملي كنغسلوا المواعن، كنخليو المواعن يتقطروا هنايا. دخلوا فيهم الالوان، كاين اللون الاسود، كاين اللون الكري اللي فيه 44 على 36 سنتيم، الثمن ديالو 2 اورو 41 سنت. هادو راهما كيصلحوا الحمامات للدوش باش ما غاديش يوقع التزحلق. كاين فيهم الاشكال والالوان الاختلافات، كاين سامبل، كاين الا بغيتو بحال هكا فيهم الاشكال هنايا. هادو الثمن ديالهم 2 اورو 90 سنت، وكاين معاهم حتى الريدو نتاع الدوش، كاين فيهم الاشكال، كاين هذا كاين هذا، كاين هكا سامبل لون الابيض، كاين هذا الشكل. هذا الثمن ديالو 6 اورو 78 سنت. ودخلوا حتى هاد المنظمات، هذا اللي عجبني فيه عنده روايط كما كتلاحظوا، هادو كيصلح لجوج الجهات، اما في الكوزينه اولا تحطوه في الدوش. هذا تاع بلاستيك بحال الا درتوه في الكوزينه تحطوا فيه بحال البطاطا الخيزو الحاجه اللي ما كتدخلش الثلاجه، الا درتوه في الدوش تحطوا فيه المواد العنايه بالجسم. كاين هذا وكاين هكا الحجم شويه اللي هما كبارين هادو في الحجم، بالثمن ديالهم 7 اورو و75 سنت. وجابوا هذا الروبيني تاع الكوزينه كما كتلاحظوا، راه الروبينيات نتاع اللي دل الجوده ديالهم زوينين. اللي عجبني فيه هنايا كما داروا كيتغير الالوان في الماء، كيدير الالوان الا كان الماء بارد والا كان نورمان والا سخون، كيتغير على حسب الدرجه نتاع الماء. للثمن ديالو 29 اورو و 9 سنت. وجابوا هاد العلب اللي هما ست، فيهم ثلاثه من الكبير حتى الصغير، هادو خاصين تاع الميكروفيلو باش كتسخن لكم الماكله. دخلوا فيهم جوج الالوان، كاين الاسود كاين الابيض، بالثمن ديالو 3 اورو 87 سنت.